أيها الأخوة، الحقيقة أن الحكمة أكبر عطاء إلهي، أكبر عطاء. أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة العاشرة، ومن دون الحكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تتدبر معيشتك بدخل محدود، ومن دون حكمة تبدد الأموال الطائلة. أنت بالحكمة تقلب الأعداء إلى أصدقاء، ومن دون حكمة تجعل الأصدقاء أعداء. لذلك قال تعالى: وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.